أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بالي كأنها رواية بهذا المضمون: ملعون من ضيع عياله. قد تكون هناك مشاكل أسرية تؤدي إلى الانفصال، فبعض الأزواج، بعض الرجال إذا طلق الأم أهمل الأولاد، وهذا شنو؟ هذا الأمر نتائجه وخيمة على الأولاد. اليتيم أسهل لأنه فاقد للأب أو فاقد للأم، أما حالات الطلاق فهي شنو؟ يتم مع وجود الأبوين، فيجب على الأب أن ينفق على الأولاد وأن يراعيهم وأن يهتم بهم حتى شنو مع الطلاق. وينبغي عليه شنو؟ أن يهتم لأمر هذه المرأة، يعني لا يمنعها من رؤية الأولاد أو من زيارة الأولاد أو زيارة الأولاد، يمنع الأولاد من أن تزور أن يزور أمهم، لأن هذه القضية ليس من حقه. فهذه القضية قضية مهمة، الاهتمام بالعيال، وهي مسؤولية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لأن إهمال الأولاد النتيجة شنو؟ قد يكون هناك انحراف لولد أو بنت لا سمح الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.